حلقة جديدة من حلقات المفتش أبو جلمبو. الفنان سمير شو عمل أكبر فعالية خيرية وحفلة تبرعات من أجل إنقاذ صغار النسانيس في مدغشقر، ومن ضمن الحشود اللي حضروا الفعالية كانت المصورة المشهورة كوثر كوداك. إلا ما بدأت الفعالية وهي شغالة تصوير وما في أحد سلم من عدستها. الفنان سمير شو عمل كثير من الأنشطة في هذه الفعالية، ولكن كان من أبرزها الألعاب النارية اللي اشتغلت بدون توقف على الساعة 10 بالليل. وطبعا المصورة كوثر كوداك انبهرت بالمشهد، ولما قامت تصور المفرقعات بالسما اكتشفت إنه كاميرتها النادرة ما هي موجودة مكانها، مع إنها كانت جنبها وهي جالسة بالطاولة. دورت يمين يسار فوق تحت ولكن بلا جدوى. الفعالية زحمة وصعب إنها تتهم أحد بعينه، وعشان كده اتصلت بالمفتش أبو جلمبو واللي جالها على أول طيار عشان يعرف مين الجاني واللي سرق كاميرتها، واللي تقول إنه كاميرتها هذه كانت وجهها السعد عليها. أبو جلمبو ذكي ولماح ومتأكد إنه الحرامي كان واحد من الثلاث اللي كانوا جالسين معها بالطاولة، واللي هم إيلين سلف مغنية حايلت على المعاش من بدري، وناصر القاصر اللي دخل فن من أوسع أبوابه قبل ما يعدي 10 سنين من عمره، وأخيرا سهير سمبوسة اللي طردوهم برنامج طب طبخ من أول موسم. المهم لما سأل المفتش أبو جلمبو المغنية إيلين سلف قالت له وشو عرفني فين الكاميرا تبعولة؟ أنا أصلا مني إيش على هالكاميرا ولا بتحكوا فيها لا عن قريب ولا عن بعيد، وكمان لو هي أصلا كان عندها ذوق كان صورتني من أول، يمكن ما يكون صار لها اللي صار معها هلا. ولما سأل ناصر القاصر قال كاميرا مين نادرة ولا كاميرا مين فاغرة؟ أنا إيش يدريني أنا أصلا قاعد هنا مع هدول اللوزرز عشان أتخبى من المعجبين ومن مضايقاتهم اللي ما تنتهي. وأخيرا لما سأل سهير سمبوسة قالت بالله عليك يا أبو جلمبو يرضيك أحد يتهمني إني سرقت كمان هو أنا ناقصة فضايح؟ لسه مطرودة من أسبوعين من برنامج رقم واحد في الطبخ في العالم طب طبخ، وكل الناس شافوني على الهوا أنا لقيت وجهي بعد ما داقوا المحاكمين سمبوستي وطرقت على البرنامج عشان جاهم تسمم فجائي، واضح إنه ما حد يتحمل خلطتي السرية. بعد ما سمع المفتش أبو جلمبو كل هذه الأقوال أقول أحس إني كفشته. أنتوا طيب كفشتوه؟ أبو جلمبو حدسه كان في محله وعرف السارق بغمضة عين، وأنتوا أكيد كمان عرفتوا مين السارق. طيب مين تعتقدوا الحرامي؟ هل 1 إيلين سلف، 2 ناصر القاصر، أو 3 سهير سمبوسة؟ في حالة إنك عرفت الجواب أرسل رسالة نصية على STC 85 1040 زين 70 13 13 موبايلي 66 3 0 1